وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة على إثر اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي بحركة حماس إسماعيل هنية، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أديب زيادة. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك يا أخي، مرحبا. في اليوم 99 بعد 200 تستمر قوات الاحتلال في استهداف المدنيين بقطاع غزة، ومخابراتها تغتال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس. بداية، كيف تقرؤون الحدث الأبرز اليوم وهو اغتيال إسرائيل لرأس هرم القيادة في حركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية؟ من المؤكد أنه الحكومة الصهيونية المتطرفة أرادت من خلال هذا العمل الجبان الإجرامي أن ترسل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي ابتداء، ثم إلى حركة حماس والفلسطينيين عموما في ومن يوالونهم في المنطقة، ثم أيضا أرادت أن ترسل رسالة لإيران ومحور المقاومة عموما. ابتداء إسرائيل، نحن علينا أن نعرف بعد 300 يوم من المواجهة والقتال الضاري في قطاع غزة، لا زالت هي تراوح مكانها. لم تستطع تحقيق أي من أهدافها العسكرية أو السياسية، بمعنى أنها لم تستعد رهائنها، ولم تقضي على المقاومة، ولم تأتي بأي رأس من رؤوس المقاومة الثقيلة في قطاع غزة، ولذلك حرصت الآن أن يكون لها صورة نصر ما تحقق على الساحة الدولية، ولذلك وجدت هذا الهدف الآن إسماعيل هنية كرأس لحركة حماس وكرئيس لمكتبها السياسي وفي حضن المحور المقاومة، في حضن عمود الفكر لمحور المقاومة في إيران، أرادت أن تعود إلى شعبها بنوع من الانتصار بعد 300 يوم من اللا انتصار والهزائم المتتالية، ثم أرادت أن ربما أن تلقي نوع من استعادة ما يسمى بالثقة التي تزعزعت في قلوب الإسرائيليين في مؤسستهم الأمنية ومؤسستهم العسكرية. نحن نعلم أن 7 من أكتوبر أصاب الإسرائيليين أجهزتهم الأمنية والعسكرية والسياسية في مقتل، ولذلك أرادت إسرائيل من خلال هذه الضربة وضربة حزب الله في ضاحية جبل لبنان، أرادت أن ترسل رسالة بأنه على الإسرائيليين أن يستعيدوا، ما زال في هناك جهاز أمني إسرائيلي قوي، وما زال هناك جهاز عسكري إسرائيلي قوي، وعلى الشعب الإسرائيلي أن يثق بحكومته وبقيادته الأمنية والعسكرية. هذه الرسائل السريعة. أما الرسالة الأكثر اللي موجهة لإيران ومحور المقاومة عموما والعمود الفقري منها اللي هي إيران، أعتقد أنه يعني الرسالة واضحة بأنه لا حرمة لأي كان وأينما كان بالنسبة لمحور المقاومة. بذكر إيران، بعد أن انتشر خبر اغتيال إسماعيل هنية كما تنتشر النار في الهشيم، توالت ردود الفعل الغاضبة من داخل فلسطين وخارجها ومن بقية أرجاء العالم. لكن السؤال الأهم، ما هو التفسير لاختيار الكيان الصهيوني لطهران لتنفيذ عملية الاغتيال، بينما كان إسماعيل هنية دائم التردد والتنقل بين تركيا وقطر وإيران؟ أعتقد أن الخاسرة الأكثر رخاوة في المنطقة هي للأسف إيران في الحالة هاي. نحن نعلم أنه قطر هنا في مكان إقامة إسماعيل هنية، يعني هناك نوع من التأكيدات الأمريكية للحكومة القطرية بأنه لن تستهدف قادة حماس في أثناء المفاوضات، لا سيما أن هناك في وساطة وعلى الأراضي القطرية، ويبدو أن هذا كان اشتراط قطر ابتداء. إذا أردتم أن نسير في موضوع الوساطة فعلينا أن نأخذ تأكيدات بأنه لن يستهدف أحد من قادتهم على أرضنا. ولذلك وبالنسبة لتركيا، أعتقد أنه إسرائيل تحسم ألف حساب لتركيا أن تكون بمثل هذا العمل الجبان على أرضها. أما للأسف إيران خلال الفترة السابقة أخي تكبلت العديد من الخسائر على شكل اغتيالات تمت بحق قادة ومسؤولين ورفيعي المستوى في الداخل الإيراني،
ولم تكن إيران بردود مناسبة أبدا يعني خلال الفترة السابقة، كانت تحتفظ بحق الرد، وكانت طبعا إسرائيل لا تعلن عن الموضوع، وكانت تعلم إيران علم اليقين بأن إسرائيل هي خلف عملية الاغتيال هذه. ولذلك في الفرصة التي سنحت بالنسبة لإسرائيل أن تكون باغتيال رأس زي رأس هنية في إيران، يعني قامت بفعلها. ولذلك تعتقد هي جازمة أن رد الفعل الإيراني ربما لا يتجاوز نطاقات محدودة، لا سيما أنها لن تعلن، يعني إسرائيل لم تعلن حتى هذه اللحظة أنها قتلت إسماعيل هنية، وبالتالي لا حجة بيد إيران أن تقول أمام المجتمع الدولي بأنه أنا ضربت من قبل إسرائيل وعلى وبالتالي علي أن أرد، كما حصل طبعا بالنسبة للقنصلية السفارة الإيرانية في دمشق في أيام السفارة الإيرانية في دمشق. إسرائيل كانت بشكل واضح قالت أنها هي ضربت وطائرتها هي اللي ضربت. هنا الآن المسألة بين قوسين غير متبناة إسرائيل، وإن كان مرحب بها إسرائيليا. ولذلك أعتقد إيران كانت هي الخاسرة الرخوة للأسف في هذا على هذا الصعيد. المستغرب اليوم دكتور هو موقف نتنياهو بعد أن انتشرت أنباء عن تنبيهه لوزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريح عن عملية الاغتيال. ما هدف نتنياهو من وراء ذلك التنبيه؟ ألم يكن الأجدر به أن يتفاخر بالعملية في ظل الإخفاقات التي يعيشها في ميدان القتال والميدان السياسي؟ وهذا السؤال يتردد بعد ما فعلته حكومة كيان الصهيوني بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين. طبعا في هي إسرائيل في عموم تقوم بمثل هذه الحركات بين الحين والآخر لاعتبارات تتعلق بأبعاد سياسية في الغالب. في الحالة التي نحن الآن بصددها أعتقد أنه إسرائيل ليست معنية أن تقول أمام العالم أنها تنتهك سيادة دولة أخرى على الصعيد الدولي، لا سيما أنها إيران، وتحديدا بعد أن قامت إيران بالرد على استهداف قنصليتها أو سفارتها في دمشق، وتم إرساء نوع من قواعد اللعبة بين إيران وبين إسرائيل. ولذلك إسرائيل لم تتبنى الموضوع وأشارت إلى وزرائها أن لا يتحدثوا عن المسألة حتى لا تعطي أي مبرر سياسي بين قوسين وقانوني لإيران حتى تقوم برد ما، أو تجد نفسها ملزمة إيران في الحالة هذه بالرد. اثنين، مسألة الوساطة والوسطاء والطرف الأمريكي، يعني أرادت أن تقول يعني حتى هذه اللحظة طبعا لم تعلن، مع أن الكل يعلم أنها قامت بهذا الفعل، على اعتبار أنها في نوع من الحرج. يعني هي حقيقة ما قامت به عبارة عن يعني جريمة مركبة، يعني أنت تفاوض طرف في بلد أخرى وتأتي أنت للقتل هذا الطرف، وتقول للوسطاء بتوسطوا لي وأريد أن أتفاوض مع الطرف الآخر. كيف تم؟ يعني كما صرح اليوم وزير خارجية قطر، قال يعني كيف تستقيم المسألة هي؟ يعني نحن وسطاء بين طرفين، يكون طرف بقتل طرف آخر. ولذلك إسرائيل لا تريد أن تقول بعظمة لسانها وبفصيح الكلام بأنها هي التي فعلت ذلك، حتى تتيح مجال للهروب من المسألة فيما لو أنه حدا حاول ربما أن يضعها في الزاوية. إلى أي مدى يمكن ربط عملية الاغتيال بزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بمعنى آخر، هل من الممكن أن نقول أنه تلقى الضوء الأخضر من الكونغرس بإجراء هذه العملية بعد أن كانت حياته السياسية قاب قوسين أو أدنى من أن تنتهي فعلياً؟ طبعا هو في الحقيقة نتنياهو من اليوم الثاني بعد 7 أكتوبر قال بفصيح العبارة أنه كلف رئيس الموساد بتتبع واغتيال وقتل والقتال مع حركة حماس أينما وجدت في العالم كله. يعني هذا تصريح على الملأ وأمام العالم كله، أمام كاميرات العالم كله تحدث به. ولذلك مسألة رصد ومراقبة ومتابعة وتخطيط التخطيط لمثل هذا العمل الذي حصل سواء كان في إيران أو في الضاحية هو حقيقة يحتاج إلى وقت. يعني ليس معقولا أن الأمور كلها تمت فقط منذ خطبة في الكونغرس وعاد، يعني قبل 4 أو 5 أيام. هو صحيح أنه تلقى دفعة تشجيع كبيرة من قبل الكونغرس الأمريكي ومن قبل الأمريكا عموما، ولكن أعتقد أنه المسألة أعمق من ذلك، يعني تمتد إلى ربما أسابيع أو أشهر حتى في التخطيط لمثل هذا العمل. وفقط الذي حصل أنها سنحت الفرصة، بمعنى أن كل أدوات الجريمة كانت جاهزة وكل المجرمين كانوا يتربصون، ولكن الذي حصل أنه سنحت الفرصة لاغتيال مثل هؤلاء القادة في هذه اللحظة تحديدا. ما هو مستقبل المفاوضات؟
المفاوضات يعني ربما يعني اليوم تحدث البعض حتى في إسرائيل تحدث عن أنه الآن يعني جاء وقت أنه نتحدث عن الصفقة، وربما يكون هذا اتجاه عند البعض يقول أنه يعني نتنياهو كان يحجم عن الإقدام على الصفقة بسبب أنه كانت ستظهر حركة حماس أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب الشعوب عموما بأنها هي منتصرة من جراء الصفقة، أما وأنه الآن يعني استطاع نتنياهو أن يأتي برأس مثل رأس إسماعيل هنيه الآن في أتون الحديث عن الصفقة، ولذلك ربما يتشجع الآن نتنياهو أو ربما حتى الإدارة الأمريكية ترى نفسها متشجعة أن تقوم بالضغط ربما على إسرائيل باعتبار أنها الآن تستطيع تدعي إسرائيل أنها حققت نوع من الانتصار أو جو انتصار في جولة من جولات المواجهة مع حركة حماس عن طريق اغتيال إسماعيل هنيه، وبالتالي الفرصة سانحة وربما تكون سانحة لعمل صفقة مع حركة حماس. الدكتور أديب زياد كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا للأكاديمي والمحلل السياسي من الدوحة لانضمامه إلينا لبانوراما الرافدين.